يقول سؤال من اليمن: الصلاة في المسجد مع الظلام الشديد ووجود الثعابين السامة والعناكب السامة في الطريق من البيت إلى المسجد، هل ممكن بذلك تصلي في البيت؟ نعم أكيد، لا تصلي في البيت هنا، لأن المقصود بالصلاة المسجد أن يجتمع الناس وأن ينتفعوا. أما إذا كان المسجد مظلما واحتمال وجود العقارب أو الحيات أو غير ذلك، لا، الصلاة في البيت. نعم.